علي اطمن شويه حبايب المرسى على الاصابه، خرج معناها بصفه اضطراريه اليوم. والله صحيح الاصابه هي عضليه على مستوى الفخذ الايسر، معناها قاعدين عندنا مده نعانيو، وريت اليوم اللي طام تاع التيران وزيد المطر معناها ولا يزلق برشا، جيت ناكسيلاري معناها حسيت كونتراكتور صغيره. ان شاء الله بعد غدوه نصور وان شاء الله يكون لاباس باذن الله ان شاء الله. ورايك في المباراة اللي غري جات كل شيء لمباراة كرة قدم في تيران حشم هذول؟ تيران من قبل ديما نحكيو عليه، تيران ان شاء الله الناس السلطات تعذر له باش يصلحوه، وزيد اليوم المطر تيران تلعب على دو بال على لي بالاريتي، جات بيلانتي منه وجات بيلانتي منه، وكنا نخلقوا اكثر لي بالاجي سير لو كوتي باش معنا ندخلوا للزويمتر تاع سي اس اس. ماتش وفين كنا احنا اخر في الشوط الاول باش ننهيو المباراة، جاتنا كورة باش نخلوا النتيجة في الاخر، عدنا ربي اكرمنا معناها، وان شاء الله نكملوا هكا والمفيد ما خسرناش في بلادنا معناها، كملنا سلسلة ايجابية نتاع النتائج في المارس ان شاء الله. يعطيك الصحة.